ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنحضر مع بعض مخلل الليمون المعصفر السريع، اللي هو بتخلل ان انت تقدري تاكلي منه في وقت قريب جدا، خلال اسبوع تقدري تفتحي عليه بطريقه سهله، ناجح من اول مره والطعم حكايه. وبصوا شكله حاجه تحفه بجد، هتجربيه مش هتبطليه. بس لو اول مره تشوفيني ما تنسينيش في كومنت حلو زيك ولايك، ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نخش على موضوع النهارده ونشوف مخلل الليمون هنعمله ازاي. وعايزه اقول لك ان انت تابعي الفيديو للاخر عشان هقول لك على معلومه مهمه جدا هتنفعك وهتفيدك، لو حابه تعرفيها تابعي الفيديو للاخر عشان تعرفي هقول لك ايه. يلا بينا نخش على موضوع الحلقه ونشوف المخلل بتاع الليمون هنعمله ازاي. تعالوا نحضر مع بعض النهارده مخلل الليمون اللي هو المعصفر بطريقه سهله جدا وناجح من اول مره. هنا هنخلل مع بعض كيلو من الليمون. اول حاجه جبت الليمون غسلته بالشكل ده، هعمل ايه؟ ببدأ ان انا افتح الليمون كده على 4/4 بس مش للاخر. بالشكل ده كده، شايفين اهو؟ مش للاخر كده اهو. بعمل كمية الليمون كده كلها، ما ينفعش ان انا اعمل الخطوة دي بعد ما اسلقه، لا لازم قبل السلق اهو كده. هفتح الليمون اللي عندي كله بالطريقه دي. انا هعمل كيلو واحد من الليمون، عايزه تزودي تقللي زي ما انت حابه. شايفين كده فتحت الليمون كله بالطريقه دي، خلاص بقى جاهز عندي وغسلاه كويس جدا زي ما اتفقنا. في المرحله دي ببقى حاطه ميه على النار وتكون بتغلي، لازم ان هي تكون بتغلي معايا عشان انزل فيها الليمون. وهقول لك تعملي ايه لما نحطها على النار. عقبال ما الميه تغلي على النار تعالوا نحضر الحشوه اللي هي بتاعت العصفر. عندي هنا عصفر اللي هو ده بيجيب من عند اي عطار، بتجيبي بالكميه اللي انت عايزاها، باتنين بتلاته بخمسه زي ما انت عايزه، يا دوبك بتنقيه كده لو لقيتي فيه حصى او حاجه بتشيليها اهو. بالشكل ده، ده بيبقى شكله، بتقولي له عايزه عصفر. وعندي كمان هنا معلقه من الملح الخشن، وعندي معلقه من حبه البركه، هضيف معلقه واحده بس من حبه البركه عشان حبه البركه الكتير بتسود معايا الليمون، بتخلي لونه يغمق معاكي. يبقى عصفر ومعلقه حبه بركه ومعلقه من الملح، بقلبهم كويس مع بعض كده وبجهزهم عشان الحشوه بتاعه الليمون تبقى جاهزه عندي. شايفين اهو كده، خلاص حشوه العصفر بتاعتنا بقت جاهزه. نسيبها بقى على جنب ونروح نسلق الليمون ونشوف هنسيبه قد ايه على النار. انتوا شايفين كده حطيت حله فيها ميه بتغلي بالشكل ده، هنزل بالليمون بتاعي في الميه كده اهو. شايفين المنظر؟ زي ما انتوا شايفين كده حطيت بقى الليمون، هسيبه بالظبط ربع ساعه من اول ما الميه غلت معايا كده. بعد ما سقطت الليمون الميه بدات تغلي تاني، هظبط ساعتي على ربع ساعه، ما تزوديش عن كده عشان ما يتهراش منك. فبتسيبيه ربع ساعه بالظبط وبعد كده بتطفي عليه وتطلعيه. شايفين كده عندي هنا بقى الليمون خلاص استوى. عايز اقولك ان ده هتفتحي عليه بعد اسبوع بيبقى خلاص مهري كده وحلو قوي ومستوي. ده بقى الليمون السريع. هنبدا ان احنا نعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نفتحه كده وناخد من العصفر بتاعنا ده ونبدا ان احنا نحشي كده في النص. هو لسه سخن، طيب ايه، واحده واحده كده عشان هو سخن يعني اهو كده بالشكل ده. تمام، نعمل بقى كل الكميه بالطريقه دي. ما انتوا شايفين كده بقى حشيته كله بالشكل ده كده. عندي هنا كمان فلفل قطعته كده كام قرن، مش عايز احط مفيش مشاكل. بدات ان انا اشيل القمع بتاعه وفتحته كده من هنا، لان احنا مش هنعمل له اي حاجه، مش هنسلقه ولا حاجه، نحطه زي ما هو فهنا عشان يخش له الميه ويتخلل معايا بسهوله. مش عايزه تحطي مفيش مشاكل. هجيب بقى البرطمان بتاعي، هنبدا ان احنا نرص كده في البرطمان بالشكل ده، نحاول نخلي القاعده من تحت والوش اللي احنا حاشينه ده لفوق كده اهو بالشكل ده كده اهو. شايفين رصيت اول صف كده اهو، هحط كده كام قرن فلفل، ممكن نقطعه عشان يبقى صغير يخش بسهوله. شايفين كده بقى رصيت البرطمان بتاعي بالشكل ده كده اهو. شايفين، تعالوا بقى نحضر المحلول اللي هنحفظ فيه المخلل بتاعنا. هجيب هنا الخلاط الكبة المتاح عندك، هحط فيهم ايه، هنا 4 قرون من الفلفل الاحمر، وهضيف عليهم كوباية الا ربع من الملح، وهضيف عليهم
حوالي نص كوباية من اللي هو المحلول بتاع الليمون اللي احنا سلقناه فيه، مية الليمون اللي احنا سلقناها فيها هستخدمها، هحط نص كوباية منها ونبدأ ان احنا نضرب المكونات دي كلها مع بعض، يبقى الملح والفلفل ونص كوباية من المحلول ده. ده شكل المحلول بتاعي بعد ما جهزته. هنا ضربت الفلفل مع الملح مع اللي هو مية الليمون، هضيف كمان نص كوباية من الليمون. الليمون ده انا عصرت 10 ليمونات بالشكل ده كده، هم عملوا معايا نص كوباية، هحطهم عليه. تمام، هبدأ بقى ان انا اضيف المحلول ده. خلاص كده قلبته كويس، هضيفه على الليمون. طبعا لو عوزنا مية تانية ناخد من مية الليمون مفيش مشاكل، شايفين اهو. من بفضل اعمل كده عشان انزل لتحت يبقى كله متغطش. زي ما انتوا شايفين هنا عندي الليمون، انا مش عايزاه يبقى على الوش كده، عايزه اكبسه. بجيب قشر الليمون وبحطه عليه كده عشان يكبس الليمون اهو، انا مش عايزاه يطلع على الوش، عايزاه يبقى كله عشان يستوي بس كده اهو. بكبسه كده كده الليمون كله استغطى بالميه واللي كانوا باينين داريتهم بقشر الليمون. وببدأ ان انا اقفل البرطمان بتاعي. بفتح على البرطمان ده بعد اسبوع، بسحب منه بمعلقه وبعد كده بدخله التلاجة. بسحب الليمون اللي انا عايزاه بمعلقه بعد كده برجع بقى ادخله التلاجة. بس كده كده حضرنا مخلل الليمون السريع اللي هو المعصفر، هنحطه بقى خلاص كده نسيبه لمده اسبوع، بعد كده نفتح عليه ونسحب منه زي ما اتفقنا، اهم حاجه بمعلقه. بعد كده بندخله التلاجة ونسحب منه كل ما نعوز. عايزه اقول لك ان انت ممكن بعد ما يخلص الليمون يقل معاكي ممكن تخللي تاني في نفس الميه اللي هتبقى في البرتمان، مفيش اي مشاكل. طبعا ميه الليمون اللي هي عندنا دي ليها استخدام حلو قوي عشان ما ترميهاش. ابداي ان انت حطيها في ازازه وابداي ان انت اغسلي بيها شعرك، دي بتنعم الشعر وبتقويه. فميه الليمون مفيده قوي قوي للشعر، بتنعمه وبتقويه وكمان بتقضي على القشره وبتخلي فروه الشعر نظيفه. فلو انت عايزه شعرك يبقى نظيف او عندك مشاكل مع شعرك، بعد ما تاخدي الشاور بتاعك وتغسلي شعرك بالشامبو اغسلي شعرك بميه الليمون وابداي بعد كده سرحيها. كده كمان استفدنا من الميه بتاعه الليمون اللي سلقناه فيها ما رميناهاش، هتنفع قوي للشعر، مغذيه جدا. هعمل لكم ريفيو كامل عنها واقول لكم كمان استخداماتها وبتنفع تعملي بيها ايه. ده كان فيديو النهارده بالنسبه لمخلل الليمون اللي هو المعصفر اللي هو السريع ده. كان ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. واستنوني فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو، وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد وايه الافكار والحاجات اللي حابين ننزلها الفتره اللي جايه.